كرواتيانا. تترقب الجماهير الرياضية قرار كونغرس الفيفا غدا الجمعة الذي سيبت في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية. القبس الإلكتروني استطلعت آراء الجماهير وكانت هذه آراءهم. طبعا الشعب الكويتي كله والشارع الرياضي ينتظر هذه اللحظة ويسمعون الخبر السعيد نقول، لأن الوضع الرياضي صراحة نقول قاعد يموت تدريجيا يعني للأمانة، يعني بعد يوم الجمعة إذا ما يعني لا سمح الله ما ردت الرياضة الكويتية وإن شاء الإيقاف، ممكن يعني 80 إلى 90% من لاعبين يمكن خلاص يعني يفقد الأمل ويفقد الطموح. الرياضة الكويتية شبه يعني صارت شبه انتهت بالكويت، ودائما الكويت كانت رائدة في المجال الرياضي على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى آسيا، ممكن على مستوى حتى العالم، لكن صراحة أحبط الشارع الكويتي. نتمنى وإحنا ملينا من التمني، نتمنى وبقدرة قادر إن شاء الله نتنحل مشكلة الرياضة الكويتية. إحنا نحتاج يعني مسألة أن كل ساعة ناس تبي تروح تشيل الإيقاف ما تشيل الإيقاف، يعني إحنا نبي حل، ما نبي كل ساعة يعني رايحين والله نبي نشيل مؤقت، نبي حل دائم. يعني إحنا ما عندنا للرياضة هنا، إذا الشباب شلت عنهم الرياضة إيش بيسوون بالديرة هنا؟ بإذن الله إن شاء الله يشيلون الإيقاف إن شاء الله يوم الجمعة، متفائلين خير إن شاء الله، ونتمنى النفوس إن شاء الله أنها تصافى لمصلحة الكرة الكويتية. متشائم، في تجارب سابقة يعني، وإن شاء الله الإيقاف ونرد يعني، حتى لو يشيلون المنظمات الدولية رابعنا بيردون الإيقاف. والله احنا عارفين صراحة، يعني طرف يقول لك لا الحكومة متدخلة في إيقاف النشاط، والطرف الثاني يقول لك لا الاتحاد هو اللي، فاحنا نتمنى ان يحطون ايدهم ايد بعض ويحلوا المشكلة هذه.